دايما كان بيتقال عليك ان انت عندك شركه من خلالها بتاخد عمولات على اي صفقه بتحصل لنادي الزمالك. رد عمرك ما رديت على الموضوع ده؟ يعني في كلام كتير كان بيتقال حواليك. لا اتقال عليا كل حاجه. كتير كان بيتقال عليك كتير. انا كان ناقص يتقال عليا. عمرك ما طلعت رديت ابدا. انا كان ناقص يتقال عليا ان انا يعني بوئد اطفال او بوئد يعني انا كل حاجه اتقالت عليا. كل حاجه اتقالت عليا. يعني ليه مش بترد؟ مش برد علشان انا دايما انا وممكن ابقى غلط في ده. انا شايف ان انا افضل اشتغل واحترم الناس يعني حتى الخصوم بتوعنا اتعامل معهم بطريقه مختلفه احترمهم وافضل دايما اراهن على ان اللي قدامي هو اللي هيتراجع. في سؤال جه في دماغي من طريقه كلامك وخايفه اساله لك. اساله. تخيل نفسك كده لو انت كنت لوحدك في الاداره من غير المستشار ومن غير احمد كنت هتنجح اكتر؟ صراحه فاهم صراحة. فاهم السؤال. هقول لك هرد يعني هرد لك سؤال والله من غير ما قول. انا شايف ان انا وفخور بده ان انا لولا مرتضى منصور ما كنتش اصلا ما كنتش هبقى قاعد معاكي كنت هبقى واحد عادي بعيدا عن ابن انا فاهم والله هرد لك على السؤال 100%. ف ان انا ابقى موجود اصلا في البوزيشن اللي انا كنت فيه واتعرف وامكانياتي تتعرف وطريقتي واسلوبي والحاجات دي كلها فيبان ان انا مختلف عشان كده انت سالتيني السؤال ده. فجزء من الشخصيه اللي اتشكلت دي لا مرتضى منصور شكلها ورباها وعلمها بقى. انا فاهم. لكن لو انا كنت موجود لوحدي اكيد كنت هدير بطريقه مختلفه. يعني زي ما هو عنده مستشارين وانا كنت واحد منهم ما بيسمع ممكن ما يبقاش بيسمع الكلام في كل حاجه بياخد الحاجات اللي بتتفق مع افكاره. كنت لو انا هبقى موجود وانا ديسيجن ميكر الوحيد اللي في النادي كان ممكن ادير بشكل مختلف خالص. مش شرط اديرها بنفس الطريقه بتاعته. كنت فعلا هديرها بشكل مختلف. انا شايف ان هو عنده مميزات كتيره جدا. ايه عيوبه من وجهه نظرك في الاداره؟ في الاداره انا شايف عيبين. عيب الاولاني الصراعات ملهاش لازمه. يعني في ناس اتخانق معاهم ملهمش لازمه ان هو يتخانق معاهم اصلا. في خناقات كان ممكن نوفرها اصلا مش مطلوب ان احنا نتخانقها. دي استنزفته. والعيب التاني ان هو شخصيه بيحب يعمل كل حاجه بايده فهو عنده مركزيه في الاداره. وان مان شو هو اللي بيجي يفتح النادي وهو اللي بيلف على الاعضاء وبيروح يشوف الحمامات نظيفه ولا لا ويجي يشوف التمرين ويروح يشوف العقود فالسيستم ده بيبقى ناجح طول ما هو موجود. اول ما بيلف ظهره السيستم بيقع طبعا. انا كان نفسي ان هو يعني وهو قوي جوه النادي بينجح يبقى امبارل بالتوازي بيعمل سيستم بيعين ناس ادارات بيعين المستشارين اللي كانوا حوالين مستشار مرتضى منصور كنت راضي عنهم؟ في ناس محترمه طبعا. كم في الميه؟ 50% و50% النص الثاني انت ما كنتش شايف ان هم تمام؟ لا مش تمام. لا. ليه مش تمام؟ مش تمام علشان كانوا يعني لما بيشوفوا ان هو كان على فكره بيحب دايما يسمع. يعني في مجلس الاداره كان بيجيب الاعضاء ويسال الاول الصغيرين علشان ما يتاثروش بالكبار فكان بالترتيب الفوتنج يسال الصغير يقول له مالك عشان ما تسمعش اكبر منك فتاثر بيه فتتاثر برايه فهو اوريدي عنده يعني عنده البدايه دي ان هو عايز الصح وعايز يشارك الناس وكده بس لما انا هبقى في شخص متخيل عشان هو قريب مني ان هو مطالب يسمعني كلام معين عشان افضل جنبه هو كده بيضرني طبعا فكان في ناس فاكره ان هي لما هتقول كلام معين بتطبل ناس بتطبل مش فكره بتطبل فكره انت كنت بتشوفهم بتسخن كان في ناس بتسخن الحق ده قالوا كذا فانت رئيس بيستغلوا عصبيته بيستغلوا ان هو دمه حامي بيستغلوا ان هو ممكن كان يتعصب بسرعه هو كان واخد على مسؤوليته قوي ان هو النادي ده انا هجيب حقه في اي موقف انا هشمر واتخانق في اي حد فانا كنت شايف ان الدايره دي كانت لازم يبقى عندها حكمه اكتر لازم يبقى عندها امانه اكتر ان هي ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش وهي دايما بتبقى مشكله في اول قرار بعد الغضب يعني لو استنينا شويه كان هيبقى القرار بيبقى مدروس في حاجات كانت في ناس بتستفزه او بت